إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح وأصحاب أزواجه وذريته البيت الطيبين الطاهرين وإلى أرواح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين مشايخ مشايخ مخصوصا لأرواح مشايخ الحرمين الشريفين وعلمائهما وأولياءهما على رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهود الله لهم الفاتحة. ثم خصوصا إلى أرواح المرحومين أحمد كمهدن وأرليمان وسعيد وسهبية وسنيف وسمهوي وسمهمي وسحاتية ومعافر وكي سدق بيهكي وكي طوان صالح وشيخ المغربي أستقن وبنشوق إن الله تعالى تغشاهم المغفرة والرحمة شهود الله لهم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف خلق الله وأعباد. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد لولاه ما الكون الله أوجاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على عظيم الخلق تفرد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد شفيعنا يوم حشرنا غاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما خنجر الحق باطلا قاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير عشق بالعشق غراد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وأصلح ما العبد أفساد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مقصاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واختم لنا بالحسنى لنسعد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه بلا حد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وإنك لعلى خلق عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ولما آن أوان وضع هذا الحبيب بسط الله في الكائنات موائد التعظيم والترحيب ورصع العوالم العلويات والسفليات بلآن الابتهاج لقدوم هذا الحبيب النجيب فأمطرت السماوات بعد أكمها مزن السرور واخضرت الأراضي بعد جدبها بخضار الحبور وغردت بتغريدات الهناء لاستبشار الطيور وصاح شاويش الإشارة الإلهية بالتبشير وغدت الملائكة وراحت في شغل شاغل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وحضرت ميلاده صلى الله عليه وسلم السيدة آسية والسيدة مريم ومعهما من الحور العين من قسم الله لها من الشرف بالحظ الأدم ولما نزل الإذن الإلهي من الله العزيز الحكيم بقدوم هذا الحبيب العظيم وضعه صلى الله عليه وسلم أمه السيدة آمنة رافعا بصره إلى السماء شاهدا مكرا لله بالتوحيد والتسبيح والتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
صلي وسلم وبارك عليه.